وللمزيد تنضم إلينا هاتفيا السيدة أميرة عرفة والدة البطل أحمد طارق أحد أبطال قادرون باختلاف. بعد التحية بعين الأم وبصفتك والدة لأحد أبطال قادرون باختلاف، كيف تلمسين وتتابعين اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم؟ سيدة أميرة؟ ألو؟ حضرتك معانا على الهواء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك سيدة أميرة، يعني بنبارك طبعا تكريم البطل أحمد طارق. ممكن حضرتك بس يعني تغلقي التلفزيون؟ أستاذة أميرة؟ ألو؟ أهلا بيك يا فندم. ايوه مع حضرتك. طيب، يعني بنبارك طبعا التكريم اللي حصل عليه البطل احمد طارق، يعني حدثينا عن هذا التكريم وعن اهتمام الدوله بشكل كبير بذوي الهمم، كيف لمستي من خلال تكريم احمد؟ والله انا اول حاجه بشكر سياده الرئيس وببارك له على المنصب، على الجائزه اللي حصل عليها النهارده وهو يستحقها بجداره، يعني على دعمه لاولادنا من ذوي القدرات الخاصه، واحنا اولادنا دلوقتي في العصر الذهبي لذوي القدرات الخاصه. وبنشكر سياده الرئيس والحمد لله، يعني احمد مبسوط طبعا ان سياده الرئيس حقق له احسن امنيه كان هو بيتمناها ان هو يروح النادي الاهلي. طب ده جميل جدا، بنبارك طبعا لاحمد. حضرتك شايفه ازاي الدوله بتهتم بهذه الفئه العزيز علينا جميعا والمطلوب الفترة المقبلة من اهتمام أكثر بذوي الهمم؟ يعني والله أنا شايفة طبعا أن الدولة كلها يعني على عاتقها أن هم بيساعدوا ذوي الهمم من ناحية الشغل ومن ناحية يعني في حاجات حلوة بتتعمل لأولادنا وكده، وإن شاء الله يعني أملنا في أن في حاجات أكتر كمان هتتعمل إن شاء الله، وبإذن الله اللي جاية أحسن بإذن الله. بنبارك مرة تانية للبطل أحمد طارق أحد أبطال قادرون باختلاف والذي كرم من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا لك أميرة عرفة والدة البطل أحمد طارق.